السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد في القناة. الكاظمي يوجه بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجانا للمولدات الأهلية. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجانا للمولدات الأهلية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن الكاظمي اجتمع اليوم مع وزيري الكهرباء والنفط، وذلك لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية. وأكد الكاظمي بحسب البيان أن ملف الكهرباء يعد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية، مبينا أن الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حال دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق لتستمر معاناة المواطنين والتي تتفاقم في أشهر الصيف. ويبين أن الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء لا سيما في هذه الظروف وكذلك المرحلة الاقتصادية والمالية التي يعيش بها العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة لتداعيات جائحة كورونا. وأوضح أن الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاع الإنتاج وأيضا الوقوف عند المفاصل التي تقف عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء وسد جميع منافذ الفساد في هذا القطاع الحيوي المهم. ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بتزويد الوقود مجانا إلى أصحاب المولدات الأهلية مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز.